حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. يتجدد الترحيب بكم دائما وأبدا على مائدة القرآن هنا في ربيع القلوب في نسخته السابعة. هذا البرنامج الذي يطالعكم طيلة ليالي الشهر الفضيل على قناة حضرموت الفضائية برعاية وتمويل كريم من مجمع الصديق القرآني النموذجي بتريم، وبإشراف وتنسيق مميز من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وادي حضرموت. فحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. في بداية هذا اللقاء سنفتتح ونطلق هذه الحلقة بأبيات جميلة أخذناها من عضو لجنة التحكيم حقيقة، حيث أبدع في رسم معاني هذه الأبيات ترحيبا بشهر رمضان شهر القرآن، حين قال: وصل الحبيب فأسرج القنديلا، واشكر لربك أكثر التهليلا، رمضان إن القلب فيك متيم، أهلا وسهلا بكرة وأصيلا، أهلا وسهلا بالصيام ومرحبا، ضيف أطل على الديار نزيلا، يا باغيا للخير أقبل ساعيا متصدقا، ولتكثر الترتيلا، أطل القيامة وكن به متلذذا، أكرم بقوم أحسن التطويل. فالله قد وصف الشهيرة بقوله معدودة فاستصحب التعجيل. كانت هذه كلمات عضو لجنة التحكيم فضيلة الدكتور محمد مؤمن بمؤمن، نرحب به في بداية ومطلع هذا اللقاء. أهلا وسهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا. جميلة هذه الأبيات ولا فض فوق مثل ما يقولوا يعني. حياك الله. حياكم الله. أيضا نرحب مشاهدينا الكرام برئيس لجنة التحكيم فضيلة الشيخ الدكتور أشرف سالم دعكيك. أهلا وسهلا. مرحبا بكم. حياكم الله. حياكم الله. فضيلة الشيخ صالح الجحوم حياكم الله. فضيلة الشيخ الله يبارك فيك، وسعداء أيضا بصحبتكم معنا في هذه الحلقة. سعدك الله. حياكم الله. لابد أنكم أيضا متشوقون لمعرفة من سيكون معنا في هذه الحلقة. دعونا نرحب وإياكم بصحبة السادة المشاهدين بضيوف هذه الحلقة والمتسابقين معنا في هذه الليلة الرمضانية المباركة. المتسابق سعيد عوض مهيدي يقول هذا المتسابق: حفظت القرآن الكريم على يد شيخي زيد عوض السعدي. هذا كان أول متسابقين معنا في هذه النسخة من هذا البرنامج الذي أطلقنا عليه كفيف البصر بصير البصيرة. المتسابق سعيد مهيدي حفظ القرآن على يد الشيخ زيد السعدي، وأخذ فيما بعد الإجازة والسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبارك له هذه الجهود في حفظه للقرآن الكريم، ونتمنى له التوفيق والنجاح في هذه المسابقة. دعونا الآن نستقبل وإياكم المتسابق سعيد مهيدي. نرحب بالمتسابق سعيد عوض مهيدي، ومع السؤال الأول فليتفضل الشيخ صالح بإلقاء السؤال الأول على بركة الله. نعم، مجدد الترحيب بالمتسابق سعيد، نسأل الله له التوفيق والسداد. السؤال الأول الشيخ سعيد من سورة الأنعام من قول الله تبارك وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، ولنبينه لقوم يعلمون.
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوانا بغير علم. كذلك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوانا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أحسنت، بارك الله فيك. بارك الله فيك أخي سعيد. ومع السؤال الثاني فليتفضل الشيخ الدكتور محمد بعرض السؤال. حياكم الله. المتسابق سعيد، سؤالنا الثاني في هذه الحلقة يقول: اقرأ من قول الله عز وجل من سورة الشعراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأزلفت الجنة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا
ولا تطيعوا وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. أحسنت، بارك الله فيك، نفع الله بك. بارك الله فيك يا شيخ سعيد على هذه التلاوة الطيبة والأداء المتميز حقيقة بوضوح المخارج والحروف، فجزى الله خيرا من علمك وأوصلك إلى هذه المرتبة المتميزة في قراءة القرآن. واللجنة استمعت إلى تلاوتك، ويعني ما شاء الله تبارك الله لم ترى إلا موضعين فاتك فيه المد المنفصل فيه، قصرته، وأنت يعني قرأت المدود المنفصلة السابقة بالتوسط، ففاتك موضعين في قوله تبارك وتعالى وما يشعركم أنها إذا، هنا قصر عليك المد، وأيضا في مد الصلة الكبرى وهو يعامل معاملة المد الجائز المنفصل، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والمد الجائز المنفصل طبعا يجوز قصره ومده، لكن قارئ القرآن إذا يعني بدأ قراءته بالتوسط فيلتزم في كل المدود المنفصلة بهذه المرتبة، وإن أراد القصر جاز له ذلك شريطة أن يلتزم بالقصر في كل قراءته. بارك الله فيك وزادك الله توفيقا. بارك الله. إذن كانت هذه تلاوة المتسابق سعيد مهيدي، نتمنى له التوفيق وأيضا لبقية زملائه المشاركين معه في هذا البرنامج. الآن دعونا نستقبل وإياكم ثاني المتسابقين معنا في هذه الليلة الرمضانية المباركة. يقول عن نفسه هذا المتسابق: حفظت القرآن الكريم وعمري 11 سنة، والآن بدأت في مرحلة الإجازة، وشاركت في مسابقة القرآن الكريم التي أقامتها إدارة التربية والتعليم على مستوى مديريات الوادي، وحصلت على المركز الأول، وحفظت متن الجزرية وتحفة الأطفال، وأخيرا كانت آخر مشاركاته القرآنية شاركت في الموسم السادس من مسابقة ربيع القلوب على قناة حضرموت الفضائية. دعونا نستقبل وإياكم المتسابق محمد أمين بالذياب. مرحبا بك أخي محمد في هذه المسابقة والحلقة والليلة الرمضانية المباركة، ومع السؤال الأول فليتفضل فضيلة الشيخ الدكتور محمد بامؤمن بإلقاء السؤال على بركة الله. حياكم الله، وأرحب ثانية بالمتسابق محمد، أهلا وسهلا ومرحبا بك، إن شاء الله تكون على أهبة الاستعداد للسؤال الأول إن شاء الله. السؤال الأول أسأل الله لك التوفيق، يقول: اقرأ من قول الله تبارك وتعالى من سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل
على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله عليك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود بارك الله فيك والآن مع السؤال الثاني ومع فضيلة الشيخ صالح فليتفضل على بركة الله محمد أمين بارك الله فيك وشرح الله صدرك يقرأ في السؤال الثاني من سورة المؤمنون من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا تراب
لقد وعدنا هذا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتذكرون قل سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك وزادك الله توفيقا وحرصا ما شاء الله عليك يا متسابق محمد حقيقة أوتيت صوتا نديا غضا طريا شنفت أسماعنا وأسماع الإخوة المتابعين والمشاهدين بهذه القراءة الطيبة الندية المباركة وفي الجملة الملاحظات على القراءة توجد بعض الملاحظات لكن أهم هذه الملاحظات قد لا نؤاخذك على جميع الملاحظات باعتبار السن الذي أنت فيه وأيضا بما يتناسب مع سياسة المسابقة لكن الملاحظات التي يجب أن تنبه عليها وهي أيضا مما تؤاخذ عليها في هذه المسابقة أنك تقصر المد الطبيعي كفروا يعني تقطع المد الطبيعي وأنت تعرف أن المد الطبيعي يمد مقدار كم يا أخ محمد حركتين. مقدار حركتين فأنت قصرت المد الطبيعي في أكثر من موضع وعن عن عن أقل من درجتين فهذه ملاحظة تنتبه لها كذلك أيضا وهذه الملاحظة تأثرت بالبيئة التي أنت فيها وأيضا اللهجة الدارجة الدال بارك الله فيك عندما تقرأه لا تقرأه ب الدال المعروفة في اللهجة الدارجة فتقول دال بل يجب أن يكون مخرج الدال كما هو معروف عندنا في مخارج الحروف من طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا أما أن تقول دال متأثرا باللهجة الدارجة فينبغي أن تترك هذه اللهجة عند قراءة القرآن الكريم وباقي القراءة جيدة بارك الله فيك هناك ملاحظات كما قلت لكن ما تؤاخذ عليها باعتبار السن وأيضا بما يتناسب مع سياسة هذه المسابقة أسأل الله عز وجل لك التوفيق وأن نراك في مراحل متقدمة إن شاء الله تعالى من عمر هذه المسابقة ما شاء الله تبارك الله استمعنا وإياكم مشاهدين الكرام خاشعين منصتين إلى تلاوة المتسابقين معنا في هذه الحلقة المتسابق سعيد مهيدي من مديرية الشحر ساحل حضرموت والمتسابق محمد بذياب من مديرية الغرفة وادي حضرموت الآن دعونا ننتقل وإياكم إلى فقرة براعم الربيع نستمع من خلالها إلى نماذج من تلاوات الأطفال الذين أرسلتم إلينا مقاطعهم نستمع إلى هذه النماذج ومن ثم نعود لاستعراض نتائج هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم
ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء حياكم الله مشاهدينا الكرام. حقيقة وأنت تستمع إلى هذه التلاوات الطيبة من هذه النماذج براعم الربيع تشعر بالسعادة حقيقة من هذه التلاوات الطيبة. نسأل الله أن يبارك في أعمارهم وفي من علمهم ومن أعانهم وشجعهم على هذه الطريقة. الآن دعونا نسأل فضيلة الشيخ صالح القحوم. فضيلة الشيخ، ما أهمية تعليم القرآن الكريم للأطفال ونحن طالعنا هذه النماذج الطيبة لأطفال يقرؤون القرآن وهم في هذه السن الصغيرة؟ نعم، بلا شك يعني هناك أهمية كبيرة في تعليم القرآن الكريم للأطفال، لأنه ورد في بعض الآثار أن من تعلم القرآن في صغره خلطه الله بدمه ولحمه، فينبت مع نبات جسمه. وأيضا كان من هدي السلف رحمهم الله تعالى والصحابة أنهم يدفعون أولادهم وصبيانهم إلى تعليم القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنوات وقد قرأت المحكم. قرأت أي حفظت، المحكم أي المفصل، أي من سورة قاف إلى آخر القرآن الكريم. فلا شك يعني تعليم القرآن للصبيان له أهمية كبيرة، فهو بمثابة يعني صمام أمان يحمي الأولاد من الانحراف، وأيضا يعني عامل يعني أساسي في استقامتهم وضمان برهم والتكريم في الدنيا وكذلك في الآخرة. والأهمية يعني كبيرة وكثيرة في تعليم القرآن الكريم للصبيان والأولاد. نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله تكون فيه الكفاية. جزاك الله خير ونفع الله بك فضيلة الشيخ، حياكم الله. إذن مشاهدينا الكرام، دعونا نتعرف وإياكم إلى المتأهل معنا إلى المرحلة المتقدمة من هذه الحلقة. نبقى وإياكم مع فضيلة الشيخ الدكتور أشرف دعكيك رئيس لجنة التحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة هذه الحلقة كالتالي: المتسابق سعيد عوض سعيد مهيدي حصل في الحفظ على 47.5 درجة وفي التلاوة على 49 درجة، مجموع درجاته 96.5 درجة. أما المتسابق محمد أمين بالذياب حصل في الحفظ على 49 درجة وفي التلاوة على 48 درجة، مجموع درجاته 97 درجة. وبهذا يكون المتأهل معنا هو المتسابق محمد أمين عمر بالذياب، والمتسابق الثاني هو سعيد مهيدي. نسأل الله التوفيق للجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ الدكتور أشرف. نبارك مشاهدينا الكرام للمتأهل معنا إلى المرحلة المتقدمة المتسابق محمد أمين بذياب من مديرية سيئون بوادي حضرموت، كما أيضا لا يفوتنا أن نشكر المتسابق سعيد مهيدي من مديرية الشحر ساحل حضرموت على هذه المشاركة المشرفة، كانت المستويات متقاربة. نتمنى لك التوفيق بإذن الله تعالى في منافسات ومسابقات قادمة. تفضل لاستلام شهادتك أخي سعيد على هذه المشاركة، ونتمنى لك بإذن الله تعالى كل التوفيق في قادم الأيام، وهذه أيضا جائزة نقدية نظير أيضا مشاركتك معنا ووصولك إلى هذه المسابقة، وهذا أيضا الأداء المتميز. شكرا جزيلا لك، أحسنت. ختاما مشاهدينا الكرام وعلى سبيل الدعاء، حيث قال الشاعر: آتيت موسى سؤالا كان يطلبه، آتي الفؤاد إلهي ما تمناه، ولست موسى ولا عندي عصاه، ولا أوتيت معجزة لكنك الله. شكرا لكم وإلى اللقاء. أنت الربيع يا حاوي الذكر البديع، جاء الجميع يتدارسون فضائله، طب القلوب يا مرهما يشفي الكروب، عبر الدروب هيا بنا نتأمله. غرد يا صاح رتل مساء أو صباح، تلقى انشراح تغشاك خير جمائله، نادوا الرفاق في حفظه نجري سباق، في الود باق فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله.